يقول أنس: بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل لا نعرفه، قال: أين هو ابن عبد المطلب؟ قلنا: ذلك الأبيض الأمهر، أبيض مشرب بحمرة، صلوات ربي وسلامه عليه. إذا تبسم كان وجهه كفلقة القمر. قلنا: ذلك الأبيض الأمهر. فجاءه وقال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومشدد عليك السؤال. وكان متكئا فجلس. قال: يا محمد، من الذي رفع السماء؟ قلت: الله. قلت: يا محمد، ومن الذي بسط الأرض؟ قال: الله. قال: ومن الذي نصب الجبال يا محمد؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم نعم. قال: أسألك بالذي رفع وبسط ونصب وأرسلك إلينا رسولا، الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. الله أمرك أن تأمرنا بالصيام؟ قال: اللهم نعم. قال: الله أمرك أن تأمرنا بأداء الزكاة؟ قال: اللهم نعم. الله أمرك أن تأمرنا بحج بيت الله الحرام؟ قال: اللهم نعم. قال: والذي بعثك بالحق والذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وأرسلك إلينا رسولا، لأحافظن على الصلاة ولأصومن رمضان وأعطي الزكاة وأحج البيت ولا أزيد على ذلك. فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة، إن صدق لما قال وحافظ على الصلوات وصام رمضان وأدى الزكاة وحج بيت الله الحرام دخل الجنة. تأمل، بارك الله فيك، تأمل، رعاك الله. الزكاة قد تسقط في حال من الأحوال إن لم يكن عندك مال، إن لم يكن عندك ما يستوجب الزكاة فلا زكاة عليك. والصيام يسقط للأعذار، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحج لمن استطاع إليه سبيلا، لكن قل لي بالله العظيم، هل تسقط الصلاة في أي حال من الأحوال؟ إذا لو حافظ على صلاته دخل الجنة. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله من لقى الله وهو يحافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة. حق على الله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فأعادها في الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف أبي ذر. خمس صلوات من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه، ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه. أطلت عليكم، لكن الحديث خطير والقضية مهمة. أبناؤنا يموتون على غير صلوات، بل حتى الشيب تهاونوا في أدائها.